مساء الفل عليكم مستر هاني معاكم، يا رب تكونوا بأفضل حال وبخير. يا رب نستفاد من الأجازة كويس ونعمل أعلى نتيجة ممكن تحصل ونحصل على أعلى عائد ممكن نحصل عليه في الأجازة، يعني استثمرها كويس. ربنا يوفقنا كلنا وربنا يحفظ عليكم يا رب، وإن شاء الله تعدي على خير المحنة بتاعتنا. النهاردة هقول حاجة كده مختصرة. الناس بتسألني كتير، إحنا في مشكلة عندنا في الإدمودو وكوتوموتو وحاجات كده غريبة. المهم خلينا في الإدمودو بتاعنا واللي غير المود بتاعنا خالص. المهم إدمودو ده اللي هو برنامج الرفع، ان انا برفع بتواصل بيه مع المعلم، بتواصل بيه مع زمايلي، بتواصل بيه مع المدرسه، وفي نفس الوقت هرفع بيه المحتوى اللي انا عملته في البحث بتاعي. زي ما قلت لكم قبل كده، ارجعوا للفيديو ازاي تدخل على المكتبه الالكترونيه وازاي تعمل البحث بتاعك في فيديو او اكتر من فيديو. طيب ايه هي الاخطاء اللي انا بقع فيها واني الحساب بتاع الادمودي بتاعي يتلغي؟ خلي بالك كويس جدا من النقطه دي، لان الوزارة حذرت وقالت كده بالنص: جاري حذف جميع الطلاب الغير مطابقة، يعني الحساب بتاعهم غير مطابق لتعليمات الوزارة. طيب انا عملت ايه يبقى غير مطابق، وهل انا ضمن الناس دي ولا لا؟ بص يا ستي، في بعض الناس سجلت بحساب جوجل، الناس اللي سجلت بحساب جوجل غير مطابق، الناس اللي عملت كتبت الاسم المستخدم باللغة العربية غير مطابق، الناس اللي سجلت من غير كود برضو غير مطابق، الناس اللي سجلت مرتين برضو غير مطابق. يعني انت لو اي واحد من دول يبقى انت غير مطابق للموضوع ده والكود بتاعك هيتحذف. طيب ايه الحل للموضوع ده، او لو اتلغى الكود بتاعي اعمل ايه؟ بص يا سيدي، اول حاجة هما ثلاث حاجات. هتكتب الكود بتاعك وتكتب قبل منه M-O-E، يا اما تكتب الكود بتاعك وتكتب قبل منه اول ثلاث حروف بالانجليش. طبعا هتكتب الكود كله انجليش، احنا زي ما اتفقنا هتكتب اول ثلاث حروف منه بالانجليش. طيب ده اعتزاز بالانجليش عشان اللغة بتاعتي بس بهرج طبعا. كمان ممكن تكتب اسمك قبل الكود، يبقى ممكن تعمل ثلاث حاجات: تكتب M-O-E قبل الكود، M-O-E قبل الكود، ممكن تكتب اول ثلاث حروف من اسمك بالانجلش قبل الكود، ممكن تكتب اسمك كامل قبل الكود. كده يبقى هيبقى لك او هيشتغل الايمودو او الاكونت بتاعك. الاكونت بتاع الايمودو ده بيعمل ايه؟ مش نظام بحث زي ما انا قلت لك، هو نظام تواصل ما بين المعلمين وبعضهم، تواصل ما بين الطلبه في اي ماده او في اي حاجه انت بتضيف، بتعمل بلس وبتضيف المجموعه او بتضيف مجموعه المدرسين او المواد وبتتعامل معاها. طيب لو واجهتك اي مشكله بتروح المدرسه بتاعتك، وفي الرابط دلوقتي هبعت لك اي شكوى في رقم حساب تقدر تتواصل معاه لو في اي شكوى في الحساب بتاعك، لو ادمودو بتاع الادمودو او ازاي تتواصل عليه. تمام، في كمان حاجات مهمه جدا 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 لو سمحت وانت بتعمل، لو انت حسابك اتلغى خلاص وهتعمل حساب جديد وخدت من مسؤول المدرسة اكاونت جديد بحساب جديد، خلي بالك من ثلاث نقاط برضو. اولهم اني اي اكاونت ما تدخلش بيه، اي اكاونت بتاعك بتاع والدك ما تدخلش بيه، اي رقم تليفون ما تدخلش بيه، عشان ده كل اللي عامل لنا المشاكل والربكة دي. الناس دخلت باكاونت او ربطت الاكاونت بجوجل وجوجل او اي حساب تاني عندك، لا ما خالص، اوعى تربط ادمودو باي حاجه، ولا رقم تليفونك تمام، ولا رقم اكاونت ايا كان. تمام، دي نقطه تخلي بالك منها.
بعد كده انت بتختار او كلمة السر بتختار كلمة سر آمنة، تمام؟ انت اللي تعرفها بس وتخلي بالك منها كويس جدا. بتكتب كلمة السر باللغة الانجليزية، تمام؟ يبقى انت بتكتب السر باللغة الانجليزية، بياناتك كلها زي ما هي موجودة بتكتبها زي ما هي باللغة الانجليزية. يبقى عرفنا كده يا ابطال؟ طيب انا هكتب بقى، ويستحسن وانا بكتب اخلي بالي من الكلام ده كله، ويستحسن وانا بكتب اكتب قبل منها باختصار كل الكلام اللي انا قلته. اكتب MOE قبل اسمك، قبل اليوزر نيم والكود. اكتب اول ثلاث حروف من اسمك، او اكتب اسمك قبل الايه الكود بتاعك. كده تبقى انت دخلت. لو في اي مشكلة تقدر تتواصل مع ايدومودو والاكاونت اللي انا هكتبه لك او الاكاونت بتاع المدرسة. كده حبايبي الابطال نكون تقف عند مشكلة كتيرة الناس كلها عمالة تسألني عليها، ازاي او عندنا مشكلة او في حسابات التهريب، طب نعمل ايه؟ هو ده علاجك انك انت تاخد بالك منهم. بالتوفيق حبايبي، وتعملوا سبسكرايب واشتركوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. جود لك.